السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دلوقتي احنا المغربية كده يا جماعة، قبل المغرب بساعة كده طلعت قلت ايه، احبس البط اللي بيبيت والحلوين دول كده خلاص بقوا يباتوا على السطح، ما بقوش ايه يتحبسوا جوه. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسيبهم انا كده ايه، سيبتهم دلوقتي بقى بيتوا على السطح وياكلوا على السطح طول النهار. خلاص كبروا ما شاء الله وتعودوا ايه على الدكر، بس لو ان الدكر ساعات بيهب فيهم كده، بس ايه برضه ايه ربنا ايه ربنا يهديهم، مع الوقت هيتعود عليه. هنطلع الدكر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هنحط شوية عيش كده، كنت حاطة لهم علف الصبح اهو، بقيت واقع في الأرض اهو، مش علف يعني درة على اللهم صل على النبي، درة على علف، على شوية فلفل كنت حاطة للبط قبل ما أطلع الفراخ. وده عيش أنا حاطاه كده، بس إيه فيهم رغيفين ناشفين معرفتش أتركهم، قلت أخليهم البط الكبير هياكلهم مش مشكلة. الميزه بقى انك انت بتعودي كله ياكل مع بعضه، عيش دشيشه علف اللي عندك بتحطي، بس هو البط بصراحه ربنا انا بهتم بيه اكتر حاجه، يعني مش زي الفراخ. الفراخ بسيبها كده ايه اللي بحطه لها كف، بس لازم لابد من شويه العلف البياض. ده بينبش ليه كده، معور حاجة ولا ايه مش عارفة، في حاجة متعورة. الديك الرومي بيضرب الديك اللي هو البلدي ده، بيضربه وبيعوره، رجله يعني متعورة اهي، بص رجله متعورة، وهو مستغرب من الدم اللي نقط على الأرض. ربنا يستر. الأوضة يعني حاسة إن الأوضة صغيرة عليهم، مع إنهم هما مش عددهم مش كبير، يعني عددهم قليل. هو اللي بيجيب البص أو المرضى، بصوا عايز يكسر البط، معرفش ديك فظيع بصراحة، بس هو شكله إيه، هو والديك اتخانقوا مع بعض عشان هو رقبته متعصى دم اهي، في حاجه يعني حصلت، بس مش لاقي الفراخ. الحمد لله الفراخ ما فيش اصابات، الفرخات حلوين يعني الحمد لله. خايفه بيني وبينك اخش الاوضه الاقي في اصابه في الاوضه او حاجه ميته في الاوضه. تعالوا كده مع بعض نشوف، لو لقينا بيض نجيبه بالمره. بسم الله الرحمن الرحيم. بص طردوا الفراخ فين، طردوا البط فين اهو، بص يا عيني طردوهم هنا على جنب. تعالوا نشوف بقى الاوضه فيها ايه كده، ايه اللي حصل، مش شايفه انا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله مش شايفه حاجه، ايه ميته ولا حاجه فيها. اللهم صل على النبي، بيض بس ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الروميه يا جماعه اهي زي ما قلت لكم، الروميه الكبيره بصوا ما شاء الله، الروميه الكبيره رجعت تبيض تاني، والصغيره بتبيض. اللهم صل على النبي. بصوا عشان مش عايزه افرط في الروميه الكبيره دي، عشان بصوا البيضه بتاعتها قد ايه، وما شاء الله اللهم صل على النبي ما بترقدش كمان، ما بترقدش، بس مش عايزه افرط فيها برضو مخليها. اللهم صل على النبي. يعني الفرخات النهارده بيضوا اربعه منهم، هم ثمانيه بيضوا اربعه، وما شاء الله كل يوم يا جماعه اللهم صل على النبي، كل يوم بلاقي ايه يعني بردك اربع بيضات خمس بيضات، يعني زي ما تقولوا النهارده حبه بيبيضوا والتانيين بيبيضوا بكره، مش بيبيضوا كل يوم يعني، بس اللهم صل على النبي بنلاقي خير ما شاء الله. يعني مفيش حاجه في الاوضه زي ما انتوا شايفين اهو، الاوضه ما فيهاش اصابات الحمد لله، بس هو الديك متعور ليه مش عارف، هو اكيد الديك ليه، اكيد هو اللي عمل فيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الديك الرومي يعني الحمد لله مش متعور، طب هو لو الديك الرومي معوره كان يبقى فيه تعويره فيه.
والله ما صلى على النبي كلهم بياكلوا كويسين، مفيش اي حاجه ما شاء الله يعني. يلا بقى سيبوها على الله، نجيبوا ربنا كله كويس. طبعا انا ما بطلعهمش بره عشان هما بيطلعوا عصاك ما بيهدوش سري، انا بطلعهم اكلهم كده ويتهوا شويه عشان الشمس بس، وبعدين احبسهم تاني. البطايه اللي بتبيض هي عايزه تدخل مكانها هي عشان تبيض، انا بحبسها كل يوم، هي متعوده، بس هي رايحه الاوضه اللي هناك دي، انا بحبسها عند الحمام. اللهم صل على النبي، بحبسها معاكم دلوقتي ونشوف بيضه قد ايه ما شاء الله. هي البطايه يعني البطايه المسكوسه خدت منها واحط تحت البطه اللي راقبه، خدت منها شويه والتانيين حطيتهم تحت البطه اللي بتبيض دي، عشان برضو ايه البطايه دي اللي هناك دي. هي دي اللي ما شاء الله كانت بتبيض معاهم يعني الاثنين، النهارده ما بيضتش بصراحه. تبارك الله، اللهم صل على النبي، صل على النبي، دعاء بالله عليكم والدعاء لاخواتنا الفلسطينيين، واللايك يا حبايبي بالله عليكم ما تنسوش، واللي بيشوف قناه الاول مره يشترك فيها يا جماعه، خلي يعني ايه القناه بتاعتنا تكبر كده بيكم ان شاء الله. تعالوا بقى نبص على الرومي الابيض كده جوه ونشوف ايه الاخبار، عشان برضه انا ايه ده بقى قلقان عليه الجو، الحمد لله ايه اتظبط شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حتى كتكوتين رومي من دول هنا الصغيرين دول، مع الديك اللي هناك اللي هو الاسود ده، معاهم دول ثلاثه، والتانيين حطاهم في القفص في الاوضه عند الحمام لما يشدوا حيلهم شويه. طبعا نخش بقى عند الرومي كده، عند الديكين اللي هم الصغيرين دول ما شاء الله. هو انا معرفش هم ضيوف ولا ايه بالظبط، بس هم اللهم صل على النبي حلوين. لما طلعتهم هنا اللي هم الروميات اللي هم السوق دي، الروميه راقده ما شاء الله. بس بيخشوا عندها ازاي انا مش عايزاهم يدخلوا كده، بس هم بقى بيرخموا بيخشوا عندها، ربنا يستر. الروميه ما شاء الله يا جماعه طلعت لنا عدد حلو ما شاء الله، بس حاجه في حاجه زي ما صورت معاكم، ما بحبش اصور معاكم كل يوم ليه بقى؟ عشان اللهم صل على النبي بتطلع ايه كتكوتين ثلاثه مره الاقي واحد، فمش عايزه كل يوم اوجع دماغكم. الرومي اللهم صل على النبي اهو، ربنا عدى اليوم اللي جه حر يا جماعه على خير الحمد لله، كنت خايفه منه قوي يعني بصراحه ربنا. هجيب لهم بس ميه نظيفه يشربوا عشان هم ايه الاكل قدامهم، مش حاطه اكل دلوقتي. اللهم صل على النبي، لنا بالبركه بالله عليكم، عشان والله رحت سالت واحده اللي انا شاريه منها الرومي، قالت لي اليوم بتاع الحر ده كنت في ايدهم في اليوم ده بصراحه ربنا، قالت لي اذبحي وخلصي نفسك، اذبحي الرومي، قالت لي اذبحي منهم وخلصي نفسك. بيني وبينكم انا لسه ما قررتش هذبح ولا ايه يعني دلوقتي ولا امتى، ولا هخلي منهم ايه، ولا ربنا يسهل زي ما ايه ربنا يسهلها ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا الروميه دي اللي احنا وشها ورد عملنا معاها كل المحاولات، ما تصدقوش بقى حد يا جماعه الا ممكن يكون بيتعالج في الاول، اللهم صل على النبي، لكن يتعالج تعالى كده يتعالج بعد ما الروميه ما بيزيد في وشها، لا انا تعبت معاها علاج وتعبت معاها، والراجل اللي انا شاريه منه قال لي اعملي ليمون واعملي واسحبي اللي في الانف دوت، سحبت برده زي ما هو قال لي بالظبط، بقيت اسحب وجبت لها مضاد حيوي وبقيت ادهن لها مناخيرها، يعني بصوا دلحتها على الاخر. فربنا بقى ايه فديها يا رب، هي بصوا تلاقيها هي خس اكتر واحده فيهم عشان التعب اللي جالها ده مأثر عليه. فيلا الحمد لله، بصوا لازم كل حاجه الواحد يجيبها تلاقي فيها حاجه كويسه، وممكن تلاقي حاجه وسطهم ايه كده ايه طلعت مش برده مش حلوه، بس الواحد بيبقى راضي الحمد لله. الحمد لله والله رضا فضل ونعمه من عند ربنا ما شاء الله. وده الديك اهو العسل اهو، بصوا ده ديك يا جماعه اللهم صل على النبي، ده اول ديك طلع عندي من رقد الروميه، من رقد البطه اللي كانت البطه رقد عليه ما شاء الله. ده كان يا جماعه ده صفصف، ومن خمسه صفصف على ده، من خمس كتاكيت رومي، عشان كده بقول لكم الرومي كتير البيض يعني كتير البركه في البيض، لكن ايه ما فيهش ما بيقعدش، عايز تحضين جامد يعني، بصوا زي الفراخ البيضة بالظبط. انا اللي نفعني وعرفت حضن الحبه الصغيرين اللي عندي دول ان اللهم صل على النبي حطيتهم مع الفراخ البيضة.